السلام عليكم البنات، مرحبا بكم على القناة فوجي جديد. إن شاء الله اليوم غادي نتشارك معكم هذا النهار، هذا دوزناه خارج البيت وبغيت نتشاركوا معكم. وأول حاجة إن شاء الله درتها هي أني وجدت واحد الفطور عائلي. كتعرفوا في الويكند العائلة كتكون مجموعة، كيكون شي حد خدام، الواحد كيبغي هكا يجلس شي جلسه هكا عائليه ويوجد فطور يفطر في خاطرو، ماشي بحال في اليامات العاديه الواحد كيكون مزروب خاصو غير يفطر باش يخرج لخدمته. المهم جات هادشي اللي قسم الله. هاد الكرواسه غير مشريه البنات، حطيت هكا مكسرات والتمر والزبيب، كذلك حطيت زيت الزيتون وزيت الزيتون الاسود، رفقته مع الحرشه موجوده كذلك، نحط لكم رابط ديالها موجود على القناه. الكب كيك كذلك راني صورته لكم، غادي نحط لكم ان شاء الله مور هذا الفيديو. وصافي هذا الشيء اللي كاين. كذلك البنات بغيت نوريكم هاد الخاميات هادو كيفاش جاوني، اللي كنت وريتكم في المشتريات ديال ايكيا، جاو زوينين صراحه. وهذوك الديكورات كذلك المرايات اللي كنت خديت علقتهم بهذا الشكل، هذا جاو رائعين صراحه، عجبوني بزاف. الخاميه صراحه جاتني طويله بزاف، انتما تشوفوا البنات جاتني طويله وخاصني مازال نقصها، باقي ما نقصتهاش. ابارسا زوينه صراحه، كتدخل الاشعه ديال الشمس، ولكن الطول طويله طويله بزاف بزاف اكثر من القياس. هذا هو الشكل ديالها، المرايات كذلك اللي علقت الشكل ديالهم رائع. وتستبى باش نحضر هذوك السناك ولا وجبات اللي غادي نديو معنا على ود ولدي، لحقاش غادي ندوزو النهار كامل ان شاء الله. غادي نديكم معايا تشوفوا فين مشينا، غادي نقضيو النهار كامل ان شاء الله في الخارج. دينا ولدي يمشي يلعب في واحد البارك، راني صورت لكم شي لقطات غادي نوريكم فين مشينا ان شاء الله. درت هنايا هاد لي بيسكوي هادو لي سناك هكا باش الا جاه الجوع وبغى ياكل نعطيه. كذلك دينا معنا هاد الكب كيك هادو اللي فطرنا بهم شاطوليه وديتهم ديناهم معنا. ديت كذلك المندارين ودانون لولدي والماء كذلك. بغيتكم تاخذوا افكار هكا الا كنتو خارجين هكا خارج البيت، شنو تقدروا تديو لوليداتكم. وصافي وديت هاد اللي كنفرشت لولدي فاش كنبغي نبدل ليه احتياط. انا ديجا محيده لولدي ليه، كلشي تندير ليه غير وحده ديال الليل، ولكن هكا فاش كنكونوا خارجين يعني شي خرجه طويله ضروري كندير ليه ليكوش وكندي معايا الاحتياط. يعني الله كيتريني، مازال مرة كيديرهم في حوايجه. وصفي وكنحط هذوك لي سناك اللي وجدت صافي، والماء كذلك صافي الماء. وعاد فكرت الحليب هو المهم. وانا واجدة دابا وحنا خرجنا من الدار ومشينا للبارك اللي كما قلت لكم، بارك ديال الدراري الصغار. هذا البارك سميه هنايا
indoor park يعني كيكون ماشي على برا, يعني كيكون بحال شي مؤسسة مسدودة وكيكونوا فيها هكا الألعاب ديال الدراري الصغار, وكيكون يعني فاميلي, كيتسمى فاميلي اندور بارك, يعني كتمشيو العائلات, يعني العائلة بالعائلات كيمشيو والأطفال كيلعبوا والدراري تما كيلعبوا وانتيا هكا حاضياهم وهما كيلعبوا. زوين صراحة, وهكا الواحد كتعرفوا دابا فهاد البرد ما كاينش ما يقدروش الدراري يلعبوا على برا, فهاد الاندور على هادشي مديورين يعني في الوقيته ديال البرد, هما كيكونوا على طول السنه, ولكن انا خصوصا كنمشي ليه هكا في البرد فاش ما كيكون البرد بزاف ما كنقدرش ولدي مسكين يخرج يلعب, كندي له هاد الاندور كتشوفوا فيه الالعاب. صورت لكم هكا غير لقطات خفيفه لحقاش كان عامر اليوم بزاف. كذلك فيه الصالات ديال الاعياد ديال هكا ديال الحفلات, لقينا نيت واحد الاعياد الميلاد جوج, وكان عامر ما بغاش كاع اخوه, كنتسنى غير اخوه باش نصور لكم, ما بغاش اخوه. او سرقت لكم هكا غير شي لقطات تشوفوا كيفاش داير من الداخل. صافي دابا دوزنا النهار كله في اللعب وهبطنا دابا غادي نتعشاو. وما تمشيو فين, خليكم معايا غادي نمشيو لواحد المطعم الهندي اكتشفوه معايا, وخليكم حتى نوصلوا. وهذا هو المطعم اللي دويت لكم عليه, ها هو سميتو اكبر, طبعا الحال كيدير اكل حلال, هما هنود ديال الهنود, هو هذا الشكل ديالو صورته لكم كذلك ما نسيتكمش. وخا صراحه اول مره كنصور جاتني في شكل هكا تشدي الكاميرا وتبقاي تصوري, جاب الله كان خاوي تقريبا, خاوي كانت غير واحد الطبله اللي فيها شي ناس. صافي من زهري صورت لكم هكا لقطات. الاكل ديال هذا المطعم الهندي البنات بصراحه رائع. خدينا الكباب ديالهم فيه واحد النسمه رائعه, ما شهيتكم فيها بصراحه, عندهم واحد التوابل خاصه ما عرفتش شنو ديك التوابل اللي كيديروا الصراحه. صراحه بنين هذا الكباب هذا, ما شهيتكم. كذلك خدينا معها السلطه هذه ديال حتى هي خاصه بالمطعم الهندي, كيديروها بالحمص وهذا البصله ومطيشه, كيديروا فيها هذا الربيع. هذا خبز النان خديناه, هذا في جوج الانواع, كاين العادي وكاين هذا اللي بالثومه, رائع هذا اللي بالثومه صراحه, جربناهم بجوج, خدينا اللي بالثومه اللي بلاش العادي, وهذا اللي بالثومه رائع في نسمه ديال الثومه, انا كتحمقني الثومه زوين, حتى ولدي عجبو. والكباب اللي من الكفته يعني كنديروا داك الكباب ديالو مره داير بحال شكل الكفته, كندير الكفته في الدار ما عمرو كلها ليا. وهنا سبحان الله في ما كنجيو لهذا المطعم كياكلها مع انها حاره وفيها التوابل, يعني حاره ديال المعقول. Thank you.
صافي دابا مشينا للدار. اول حاجه درتها هي مشينا ديريكت للحمام، كنت ولدي هو الاول دوشت ليه ورديتو ينعس وصافي. ومشيت انا عاوتاني نوجدت واحد الليتره ديال الاتاي، حطيت شويه ديال المكسرات. كذلك بغيت نوريكم هذا الطاسه هذه ديال كيتباع فيها البوب كورن القليه. صراحه كتحتفظ على القرمشه ديال هكا المكسرات، ولا الا كان عندي شي دوزتي فهي كتحافظ عليه مده طويله. وكذلك هذوك الحكاك ديال نيدو، بالنسبه للناس اللي في المغرب ممكن تستعملوا هذوك ديال نيدو، حتى هما كيحافظوا على دوزتي وعلى المكسرات كتبقى فيهم.